اما هلا سلمى بننتقل لاولى محطاتنا لليوم ورح نحكي فيها عن موضوع بهم كل الاهالي والامهات. مرحله رياض الاطفال هي من اهم المراحل التاسيسيه للطفل، ودائما يمكن سلمى برحلاتنا الصباحيه بنركز عليها وعلى اهميتها ببناء الشخصيه، بس اليوم رح نحكي عن المخزون اللغوي للطفل خلال المرحله، فينا نقول مرحله رياض الاطفال لست سنوات تقريبا بيتعلم الطفل خلال 2500 كلمة. أكيد نور، عموما بهي المرحلة بنجرد التعبير اللغوي، الطفل بميل نحو الوضوح ودقة المعنى وأكيد الفهم. اليوم رح نحكي عن خصائص النمو اللغوي عند الطفل بهي المرحلة، إضافة إلى دور رياض الأطفال في تطوير المهارات اللغوية مع الأستاذة ولاء الحسن اختصاصية علاج النطق وتقويم الكلام. صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيك. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. الصباح. حكينا بالبداية أهمية مرحلة رياض الأطفال وقديش هي المرحلة لها خصوصية من ناحية المخزون اللغوي عند الطفل. هي مرحلة كتير مهمة، خلينا نحكي عن هي الخصوصية، لأنه مو فقط المخزون اللغوي والإدراكي، يعني الطفل بهي المرحلة فينا نقول قديش فينا نركز عليه ونأسس عليه، بتحسيه مثل الإسفنجة يعني بيمتص كل شيء حواليك. تمام. بالنسبة نحن لما عم نحكي عن هذا العمر، نحن عم نحكي يعني عن عمر من 3 سنين لـ6 سنين، هي طبعاً مرحلة الطفولة يلي الطفل فعلا بيتطور فيها، وبيكون عندنا نحن بنسميه المرونة والانفجار اللغوي وحب الطفل انه هو يبلش يتعلم ويكتسب مهارات، وهي المرحلة اللي بتسبق مرحلة ما قبل المدرسة وهي مرحلة رياض الأطفال. مشان هيك نحن بيركزوا انه نحن كثير بنهتم بفكرة رياض الأطفال لهذا العمر، لأنه الطفل هون بيكون عنده أول شيء حب انه الاستطلاع والفضول وبحب يتعلم، وهو بخصائصه وخصائص النمو بتبلش مهارات فعلا بتكبر، مثل لما بنحكي نحن عن مهارات اللغوية، نحن بهذا العمر بنعرف انه هو النمو اللغوي ببلش بالاستماع، فبنشوف مهارات الطفل بلشت تزيد، مثل الإنصات بلش عنده يتحسن، الاستماع بلشت تنمو عنده هي العملية، بلش يكتسب الطفل الأصوات، من الأصوات حيبلش بطريقة إنتاج الكلمات، من الكلمات حيطلع للجملة، بالإضافة لنشوف إنه حتى هذا الطفل بيحب دائما يتعلم كل شيء جديد ويكتسب المهارات، ونحن هاي المرحلة بنركز إنه الطفل يكون فيها بالروضة، لأنه فعلا الروضة هي بتكتسب الخبرة اللي هو بيحتاجها بهي الفئة العمرية يعني. فنحن بس خلينا نحكي عن تطور الطفل، نحن بنشوف الطفل بهذا العمر من عمر 3 سنين لـ4 سنين ببلش بالاستيعاب، بيفهم تقريبا بحدود من 4200 كلمه لل 5900 كلمه، فتخيلي قديش مستوى الفهم الكلام صار عنده عالي، بالاضافه ببلش بينتج جمله من 3 لـ4 كلمات بقلب الجمله، بنشوف حتى عنده استخدامه للكلام بصير بيستخدم تقريبا من 900 ل 1500 مفرده بهذا العمر، وبيتطوروا لحتى نوصل ل 2500 مفرده لعمر 6 سنوات، بالاضافه انه ببلش بيصير وضوح الكلام افضل عند الطفل، بيحسن يعبر عن مشاعره، بيحسن يستخدم اللغه لحتى هو يحكي بطريقه سليمه، بصير كل التواصل المحيط قادر يفهم على هذا الطفل لعمر 6 سنوات، وهيك نحن بلشنا نكون جاهزين لعمر المدرسة. طيب أستاذة ولاء، خلينا نحكي أكثر، يعني مثل ما قلتي حضرتك وكمان قلنا بالبداية أنه بهذا العمر ببلش المخزون اللغوي بيكبر عند الطفل، وبيصير عنده اختزان كلمات، قلتي يمكن 4000 لـ5000 كلمة أو مفردة. خلينا نقول شو هي أبرز الوسائل اللي ممكن تستخدمها الأم أو حتى المدرسة اللي هي بتكون أوقات في منهم بيحطوهم بروضة بعمر صغير لحتى يبلش يطور هذا المخزون اللغوي؟ تمام. نحن اليوم لما بلشنا نحكي عن وسعنا المخزون عند الطفل، بلشنا نحكي عن استخدام هذا المخزون. هون مهمة الأم، نحن كيف بنستخدم، يعني اليوم الأم عند مثلا معلمة ابنها مجموعة من الكلمات، هي هلأ مهمتها بهي المرحلة تعلمه استخدام هاي الكلمات. ونفس الشيء دور رياض الأطفال، دور رياض الأطفال هو الدور الإسرائي لهذا اللغة، يعني الطفل بنشوف عنده حصيلة لغوية عالية بس هي غير مستخدمة، امتى ببلش بيستخدمها الطفل؟ لما يكون بمرحلة مثلا بالروضة، انه عنده اطفال مثل نفس العمر الفئة العمرية اقرانه، ببلش بيستخدم هذه الكلمات معهم ليعبر عن رغباته عن طلباته سواء مع المحيط الاطفال او مع معلمته، فهي الفكرة نحن هون انه نحن الاسراء اللغوي اللي بيصير بهي المحيط وبهي البيئة بتكون ضمن الروضة او ضمن بيئة البيت، بس بدها تكون بيئة متفاعلة، يعني انا اليوم قد ما احنا خزننا للطفل
مجموعة من الكلمات إذا ما استخدمت فأنا عندي مشكلة، لأنه نحن حتى لما منقيس تطور الطفل ما منقيس بس اللغة كاستيعاب وكإنتاج، نحن حتى منقيس اللغة الاجتماعية البراغماتية اللي عنده للطفل، يا ترى إنه هو بيعرف مثلاً إنه يعبر عن مشاعره، لأنه المشاعر هي شيء محسوس ما بتترجم مباشرة عند الطفل، فهون بكثر الخبرات بالتعبير الأم لازم تعلم ابنها كيف يعبر، يعني مثلاً إنه أنت شوفه إذا كان مثلاً مبسوط بلعبة، أنت مبسوط، أنت فرحان، فهون شو عم تعمل؟ عم تعلمه مبدأ الشعور عن طريق اللغة، فالطفل بعدين حيصير عنده اللغة المحكية ليعبر فيها عن هي المشاعر اللي هو عم يحس فيها، نفس الشيء إذا كان زعلان أو غيره، بهي المرحلة في خصوصية كمان بتكون واضحة ومنشوفها عند الطفل إنه هو بلش بتطور عنده ضبط انفعالات، فمنشوف الطفل إنه بلش يحسن يسيطر على حاله وبلش يعبر بالكلام، ما عاد نشوف مثل قبل السنتين بنوبات الغضب بزد حاله على الأرض لهو يعبر عن احتياج معين أو إنه هو رافض شيء معين ما بده إياه، منشوف الطفل صار عنده انضباط أعلى، ليش؟ لأنه صار عنده السلوك اللغوي ينمو، هو صار بيحسن يعبر بالكلام، فهو بعد عن السلوكيات اللي نحن بنشوفها. هلا هون مهمة البيت إنه نحن نشوف لما ابننا نحن بهذا العمر انه كثلاث سنين وطالع فعليا هو بلش تتطور عنده مهارات الكلام ليعبر عن احتياجاته عن مشاعره حتى عن نحن بنحكي عن النمو التخيلي عند الطفل بهي المرحله بتكون من ابرز الشغلات اللي عنده انه هو بيخترع قصص وبيحكي فيها، بنشوف الام انه يعني مثل انه حاجه تتخيل حاجه تحكي قصص ما صارت، بصراحه هي بدها قدره عقليه ومعرفيه انه هو لحتى يتخيل ولحتى يحكي يسرد قصه لو ما صارت، يعني احيانا بنشوف اطفال في عندهم النمو اللغوي عالي فبيقول لك انه انا شفت وحش والوحش هيك عمل وساوى، فالأم يعني أحيانا بتقول له إنه حاج تحكي هدول الشغلات ما أنا صحيحة، الأساس إنه بالعكس نحن نطور المهارات اللي عند الطفل ونزيد عنده موسوعة الخيال لأنه هو بيحب ومنزيد نحن عنده الكلمات والمفردات ونصير تزيد تعقيده، فما إنه غلط إنه الطفل يتخيل لأنه هي من خصائص النمو اللغوي عنده ومن خصائص كمان حتى النمو العقلي عند الطفل، فهي مرحلة مهمة. في شغلة كمان إنه لازم دائما الأم لما بدها تحكي مع الطفل تعلمه مو بس تعطيه مفردات، لازم هي المفردة تعلمه تعطيه معلومات عنها، يعني لما علمته مثلا إنه هي طابة أو هي بردقانة أو أي شيء تمام تعطيه الخصائص تبع هذا الشيء إنه هي تعتبر من الفواكه، نحن إذا أنا ذكرت قدامك مثلا حصان مثلا قطة كلب هدول شو أي مجموعة، فهو لازم يعرف المجموعة اللي بتنتمي إله، لأنه أنا ما بيكفي اليوم بس خزن للطفل مسميات وأنا ما أعطي تصنيفات لهي المسميات وبعد هيك بلش أعطي شغلات اللي هي معقدة أكثر، بلش بالأفعال والأفعال إمتى بتستخدم وبعد هيك بلش نعطي أدوات الربط وأدوات اللي فيها اللي فيها مثلا ضمائر وغيرها، يعني هون نحن عم نزيد من الناحية النحوية عند الطفل، فاكتسابها بهذا المرحلة وبهي العمر كتير مهم، يعني مو الأم بس إنه شاطرة إنه أنا بس عم علمته مجموعة من المسميات. أستاذة آلاء يمكن نركز عليها شوي لكل الأمهات اللي عم يتابعونا اليوم، لهيك بنشوف في تفاوت، يعني احيانا بنشوف اطفال عمرهم 3 سنوات و4 سنوات بنفس العمر بس في تفاوت بمهاراتهم فينا نقول اللغويه او ادراكهم ووعيهم، هون بيلعب دور الام مو فقط رياض الاطفال والام مثل ما قلتي الاستمرار بالتكلم مع الطفل، احيانا بتلاقي يمكن الضغوطات المعيشيه والحياتيه اليوميه الاهل ما لهم خلق ياخذوا ويعطوا كثير، بس هي فعليا مثل ما قلت يعني قديش انا اعطيته مخزون، بيقول لك من مرحله ما هو جنين بطفلك تم يحكي معه صح. لحتى يبلش يحكي بالسنتين او 3 سنوات بيجي يستثمر هي المخزون اللغوي وممكن يبلش يحكي ويركب جمل، خلينا نعطي بعض الخطوات، يعني بالاعمار نحن بنقول لما من 3 سنين ل 6 سنين هي خطوات ومراحل عمريه متفاوته، بعض الخطوات لكل الامهات اللي عم يتابعونا لانه احيانا بتلاقي ما هي عندي القدرة لأنه تستمر مع طفلة أو ما بتعرف هي الخطوات الصحيحة، أحيانا ممكن تفكر أنه هي فعليا عم تشتغل صح بيكون هي بعض الأخطاء الشائعة اللي بتوقع فيها. تمام، هلأ بالبداية الخطوة الأولى نحن نرجع لخصوصية هاي العمر أنه هذا الطفل بيسأل كتير، لازم الأم حتى لو سأل الطفل انه هي تستجيب لكل اسئلته لانه هي المرحله فعلا بتزيد اسئله الطفل ولازم بهي المرحله يسال، حتى نحن بنعمل اشارات استفهام اذا هو ما عنده استخدام لصيغه السؤال، فبهي العمر لازم يسال الطفل ولازم دور الام هون هي اللي تجاوب، دائما الاهالي بتوقع الام بمشكله انه بتكثر الاسئله على الطفل بدها الطفل يجاوب، نحن لازم نترك هالمره نعمل مثل قلب ادوار انه الطفل هو يسال وهون دور الام هي اللي تجاوب لحتى تعطيه المعلومات يلي هو بده اياها، لانه بالاخير اللغة هي مجموعة من المعارف واكتساب لكتير أمور هو لازم يتعلمها.
لازم الام بالبيت تحاول انه هي مثل ما قلتي تحكي مع الطفل، بس مو من مبدا انه احنا بس عم نعمل حشو كلام. لازم يكون الطفل اللي عم يتعرض لهدول الكلمات يعرف خصائص والصفات من كل كلمه هو عم يتعلمها. لما تحكي مع طفل 3 سنين مختلف عن 4 سنين، أكيد. مختلف عن 5 سنوات حتى طريقه التعاطي معه والحوار. تمام. حتى هون مهمه الام حتى انه لما بتعطي قصه لازم تعلمه تسلسل احداث القصه وتسرد معه وتعلمه انه مثلا نحن الحدث اللي هو اهتم فيه نتناقش عليه لحتى هو يعرف كمان يطور ويسال اكثر. بهي المرحله نحن بعمر الاربع سنين ببلش بيستخدم ليش وامتى، فهو ببلش يتعلم معناتها ظرف المكان وظرف الزمان، امتى هيك صار، ليش هيك صار، مين اجا مين راح. فهو لازم نحن هدول الشغلات اللي هو يستخدمهم لانه هي بالاخير ادوات نحن عم يتعلم الطفل لتتركب عنده بنيه الجمله وتزيد تعقيدها. فهو لما بيستخدمها وبيلاقي استجابه من الام لها فهو دائما حيكررها، حتصير عنده نمو لغوي فعلا اعلى. كمان لازم نحن نعلم الطفل او الام بالاحرى انه نحن نخليها انه تعلم مثلا تقعد مع الولد تغني معه. يعني احنا 3 4 سنين ببلش الطفل بيحفظ اغاني، فحتى الغنيه اللي هو عم يحفظها هو اكتسب منها مجموعه من الكلمات. نحن طبعا ما فينا نقول انه هي مقياس انه هو فهم شو عم يحكي، لانه في كثير منهم اطفال بنشوفهم بيعدوا هنا ما بيعرفوا شو القيمه العدديه اللي هن عم يعدوها، او الالوان هنا ما بيعرفوا يدلوا عن لون، بس هن كاكتساب لغوي هن مكتسبينه. تمام. هون مهمه الام انه بعد ما هو حفظهم كناحيه غنيه هون هي تبلش تربطهم بالحياه العمليه لحتى ما يروحوا منهم. هذا نحن صار اسمه استخدام وظيفي للكلام، يعني هو ما بس عم يحكي ويسمع ويردد بدون فهم، هو بالعكس صار يستخدمون استخدام وظيفي. هذا الشيء بصير عن طريق عملية التدريب الام بالبيت، الشغلة اللي سمعها هو وحفظها مفردة جديدة، حفظها من غنية او من تلفزيون او من حدا شافه او من طفل من عمره، لازم هي لما تشوف استخدامات فهمه شو هي الكلمة لحتى يصير تزيد من استخدامها. لانه كثير اليوم نشوف اطفال عندهم مجموعة من الكلمات بس غير مستخدمة، وبعد هيك بنلاقيها عم تصير قليلة. بتقلك الإمكان يحكي هيك بس ما عم بيحكي، كان يقول هيك ما عاد استخدمون. نحن بنرجع بنقول الاستخدام للكلام واللغة الاجتماعية هي المهمة، هي اللي الطفل بده تتطور عنده، وهي اللي بده تخليه توصل لمرحلة المدرسة اللي هو يحسن يندمج مع أقرانه. في شغلة كمان لازم الأم تعرض الطفل حتى بالعمر تقريبا عمر قبل المدرسة هو عمر الروضة للقصة اللي هي مكتوبة. يعني هو الطفل لازم يتعرض لموضوع إنه يشوف كلمات وأحرف حتى لو هو ما بيقرأ، لأنه هو لما ببلش بيتعلم تعود انه في حروف ورموز، هي الحروف والرموز مع الوقت حتترجم. ونحن بنعرف انه في شيء اسمه القراءه المصوره اللي هي بتبلش ببدايه تعليم الطفل لحتى يبلش نوصل للمرحله التحليل هي الرموز اللي هو عم يشوفها ويبلش عندنا مرحله التهجئه. طيب استاذه ولاء، كمان في شيء كمان مهم لازم نحكي عنه. بنعرف انه الام هي اول حدا يمكن بيحس باي مشكله ممكن تصير مع الطفل، وهذا العمر يمكن هو اللي ببلش يبين اذا عنده مشاكل بالنطق، عنده تمام. مشاكل بتحليل الامور، بفهم الشيء اللي عم بيشوفه او التعامل حتى مع الاشياء، وكثير مشاكل ثانيه كنا حكينا عنها بحلقات سابقه، التوحد وما الى ذلك، التأتأة، امور كثيره بتبين بهي ايضا المرحله العمريه. خلينا ولو هيك كنا عم نقول شو لازم تعمل، خلينا نقول شو ما لازم تعمل مع الطفل بهذا العمر لحتى ما تكون مساهم يمكن احيانا بانه مشكله ما تبين او انه مشكله تتخبى وبالنهايه يصير علاجها اصعب يمكن. تمام. نحن دائما من البدايه اول شغله بننبه الام انه شوفي ابنك عم يتفاعل ويتواصل لو من عمر صغير، من لو من قبل السنه وقبل ما يمشي. انا ببين معي تفاعل الطفل اذا هو مستجيب لي ولا لا، اذا كان عم يعطيني شيء انه اضطرابات تواصل وتفاعل فالطفل حيكون عنده مشكله بالاستجابه للاسم. نحن حنسال انه انت ابنك بيرد عليكي ولا بيتجاهل اسمه. طيب حتى الأوامر اللي هو أنت بتعطيها هو بينفذ هاي مجموعة الأوامر؟ يعني أنا هون أول شيء بركز على عملية التواصل قبل ما بلش ركز على أنه شو عم هو عم يحكي أو هو شو بيعرف أحرف أو أصواته أو غيره. أنا بركز أول شيء على عملية الاستجابة لإلي، فهي بتبين حتى من الشهور الأولى لما الأم بتكون ماسكة ابنها اللي عمره 3 شهور وعم تتواصل معه بالمناغة وعم تقلد له أصواته لحتى هو يتفاعل ويعطيها هذا الرياكشن رد الفعل. يعني هلا نحن للأعمار اللي من فوق السنة مفروض الطفل والأم تكون شوف ابنه انه هو فعلا عم بيستخدم كلمات، مثلا لما بده يعبر عن شرب بدي اكل مثلا مي، هو ما حيستخدم لسه جمله بس هو نحن بنسميها جمله الكلمه بو، يعني هي بالنسبه له انه عم يطلب، فهو عنده استخدام وظيفي. بعد هيك بدنا نطور للسنتين، السنتين في عندنا بس صار بعدين جمله من كلمتين وفيها هي الجمله جمل طلبيه ليطلب شيء، يعني احنا بهمنا التواصل تكون الام مركزه عليه. هلا لما نحن نوصل لعمر 3 سنين والطفل عنده اكتساب اللغه
اللغة غير النطق، النطق إنه نحن إنه أبداً ما عم يحكي وما في أصوات وما في استخدام للكلام، واللغة هو لأنه أنا عندي مجموعة من الكلمات وغير مستخدمة بالجملة، فأنا هاي كمان لازم يكون في تمييز. يعني في كتير أهالي بتقول طب شو الأخطاء اللي ممكن ترتكبها الأخطاء الأم بهذا الشيء؟ هلا أول شيء نحن بالبداية نحن بنحكي على إنه الأم تعمل تحفيز لغوي للطفل، يعني كتير بنشوف أطفال طبيعيين وتطورهم طبيعي بس هن مانهم عايشين ببيئة فيها حوار أو فيها تفاعل، تمام؟ فهي لازم الأم هون تشتغل على تحفيز اللغة. يعني في كتير أم تستسهل إنه تشوف إنه ابنها بده الشغلة بيأشر عليها فهي دغري بتستجيب له وبتعطيه، فأنتي هون شو عملتي؟ سهلتي على الطفل عملية التواصل معك إنك أنتي خليتي أشر، هو ما عاد يستخدم السلوك اللغوي للتواصل معك. فالطفل أو العقل نحن بنقول عند الطفل بيحب الشيء السهل، فأنا عندي أسهل إني أشر على اللي بدي إياه أو إني صرخ وأبكي لتفهمي شو بدي على إني أنا أستخدم كلمة وهي الكلمة تعبر عن احتياجي وأنتي تردي علي. فلازم الأم هون نحن نحاول قد ما فيها تحفز الطفل لغويا على مهارة الطلب، إنه أنا ما استجيب للطفل لا بالإشارة ولا استجيب للطفل بنوبات الغضب اللي هو بيعملها قد ما طولت وقد ما هو كان عنيد. كثير امهات بتقلك انا بخلص من العناد اني انا خلص برد عليه، غلط. فانت عم تعملي انك انت عم توقفي عنده تطور الكلام، عم توقفي تطور الجمله، وانت عم تخليه يكتسب سلوكيات هي سلوكيات ما انا مناسبه للعمر وما بتطور عنده شيء ابدا. كمان بنشوف الامهات اللي بتحط الولد بوقت طويل على التلفزيون، هي برايها انه هو عم يكتسب اغاني وكلمات ومجموعات معارف، هذا الحكي ما هو مزبوط لعمر اللي هو عمر اللي لازم الطفل يشوف طريقة كلامك، نطقك للأصوات، طريقة حركات الشفاه، كيف نحن بنحكي، هون الاكتساب. فبيجي هذا الحكي كأصوات كلامية من الأشخاص مو من التلفزيون. فنحن بنقول للأم حتى إذا عندك طفل متأخر لغويا أو عنده مشاكل نطق بعدي عن التلفزيون ولا يكون هو المعلم الأول، المعلم الأول هو أنت وبس، تمام؟ لما بنشوف الطفل عنده ضعف باللغة فنحن بنحاول ندمجه مع أطفال من أقرانه لأنه هو هون حيضطر يستخدم اللغة، فأنا هي واحدة من عمليات تحفيز الكلام. كمان المشاكل اللي ممكن الأم توقع فيها إنه هي بتحاول إنه تصرخ على الولد بطريقة مثلاً إنه إذا هو ما حكى بطريقة صح فهي وقفت عنده عملية إنه هو يحاول يعمل مثل تغذية راجعة أو فيدباك للشيء اللي هو حكى ليصير يصلح منه، فهو بدال ما يصلح هو خاف فهو وقف عنده عملية الكلام. وهي عم نشوفها كتير إنه هو لأنه ما حكى إنه أنا قلت لك هيك بتقوله تنتقل الكلمة مو هيك حكيتها، فهو شو حيعمل الولد؟ حيعمل عنده رد فعل، ما عاد هو يحكي هاي الكلمة حتى لو كان بده يصلحها. نحن بنعمل إبراز سمعي لأي كلمة هو أخطأ فيها الطفل بدون ما نحن نركع عليه إنه هو يقوله، تمام؟ وبنفس الوقت إنه نحن ما نفرجي إنه نحن عم نلومه، هي مرحلة طبيعية الطفل بده يمرق فيها ليكتسب فيها كتير أصوات وليتعلم إنتاج الأصوات أو تشكيل هاي الكلمة أو الجملة اللي هو بده يتعرض لها ويحكي فيها. طيب أستاذي على خلينا نأشير لنقطة كتير مهمة، أحيانا بيكون الطفل عنده مخزون لغوي وبيحكي كتير بس بيلدغ بالأحرف، هي مشكلة طبيعية نوعا ما كنا نشوفها مثلا بأطفال العيلة، بتلاقي إنه بالأربع خمس سنين في ناس بتلفظ الأحرف كاملة، في ناس لا بعد هيك بتلدغ بعض الأحرف، تلاقي بالست سنوات بصير عندها النطق سليم والمخزون. فخلينا نحكي عن هي المشكلة إنه هي مشكلة فعليا صحية سليمة نوعا ما عند بعض الأطفال. الأم أحيانا بتكون قلقة إنه ممكن يكون عنده مشاكل بالنطق مع إنه الطفل عم يركب جملة كاملة عم يحكي معك، بس تفهمي من طريقة حكيه فيه لدغ ببعض الأحرف ونطق طريقة لفظه مش صحيح. هون نحن صرنا عم نحكي عن اضطراب نطقي وليس اضطراب لغوي. نحن هون بيكون عنا مشكلة بالصوت المكتسب عند الطفل، فبدنا نشوف إنه بس في ناس بتلاقي إنه مش حتى الصوت هو ما عم يقدر، بتلاقي بعد سنة فرق صار يلفظون صحيح لانه اكتسبوا بعدين لانه سمعوا. نحن هون الفكره في اطفال هن ما بيكتسبوا الصوت صح وما بيتصلح، يعني هلا مثل في امهات كثير بتترك الولد حتى لو نطق الكلمه غلط، مثل مثلا ليمون، تمام؟ فالولد بيقول لها ييمون، فالام تنبسط انه يجي شو عم يحكي، فهي ما بتصلح له، فالطفل ضل يستخدم طريقه انه نحن انه اللام هو مثلا بده اداء معين، فهو ما عم يعرف ينتج صوت اللا، فهو عم يقول ييمون، فهو عم يستسهل. احيانا الاهل بيكون عندهم ارطب شي حرف فبيطلع، هل هل هون رجعنا حتى لو ما عنده مشكله للاسف بصير هو لانه عم يسمعها هيك تماما بيقول الاكتساب، كيف خزن الصوت عنده، كيف كان الوعي الصوتي لتخزين هذا الحرف اللي هو بده يحكي فيه اللي هو لدغ فيه. هون بتجي بعدين انه اذا كان عندي كفاءه باعضاء عضلات النطق وما في اي مشكله ولازم يطلع هذا الصوت بعدين. فلازم يتصلح طبعا، تمام. اما اذا كان في وحتى هون نحن بنقول الاكتساب هون، يعني احنا صرنا عم نعمل يعني محو اللي هو الشيء اللي خزنه ولحتى نحن نعمل وعي صوتي جديد ويميزه بطريقه جديده، طريقه نطقه وطريقه كيف موقع هذا الصوت وبلش يستخدمه
كل مواقع الكلمة بعدين حتى يصير له استخدام ضمن الجمل. حتى هون نحن دائما يعني بنركز انه الام قبل الست سنين لازم اذا شافت الولد في عنده تطور للاصوات كعمر معين مو واصل له لازم هون تعمل استشاره لاخصائي نطق. وفي اصوات نحن بنتركها لعمر الست سنين بنعرف انه هي بدها كفاءه اعلى. صحيح. تمام. فمو معقول مثلا ام تجيب ولد عمره مثلا سنتين تقول ما عم يطلع معه الراء، هو الراء بده للعمر الاكتساب من الخمسه والسته، هي فروق فرديه يعني في اطفال بينتجوها بس لكن نحن بنعطي وقت لهذا العمر. تمام. بس في اصوات لازم تكون موجوده عند الطفل وما يبدل عليها ابدا. نعم. طيب كمان في شغله بدنا نقولها استاذه ولاء، يعني اوقات في تعلم اللهجات، يعني بنلاقي الاهل بيحبوا انه يعلموا الطفل من هو صغير اللهجه تبعيتهم، فبصير احيانا بمط حرف معين بقصر حرف معين، هذا الشيء قد ايه بيصير هون كمان عم نحكي نغير من خصائص الصوت والنطق عند الطفل، يعني حتى الصوت ونبره الصوت. ليش نقول للام علمي الولد طريقه نطق الكلمه؟ لانه في لها تردد معين ولا نبره معينه ولا رتم معين بيطلع معك. نحن حتى اللهجات هي صرنا نحن عم نحكي على تنغيم معين ولفظ معين. هلا نحن مو مع كثير انه غير انه يكتسب الطفل اللغه الام وطريقه الانتاج صح لحتى بعدين هو ممكن ياخذ اي لهجه ثانيه ويتعلمها. اكيد بنتشكرك على كل المعلومات اللي حكينا عنها استاذه. دائما يمكن بنشير لنقاط كثير مهمه بتهم كل الاهالي والامهات خصوصا، يمكن بمروا باول مراحل صعبه شوي مع الاطفال، لكن مع الخطوات السليمه والصحيحه دائما الامور بتكون اسهل بالنسبه لهم. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا الاستاذه ولاء حسن، اختصاصيه بالنطق اللغوي. شكرا لك. شكرا لك.